السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبلش اليوم في الجزء الثاني من محاضرات Digestive System and Nutrition. موضوعنا اليوم راح يكون عن Stomach and Small Intestine. Stomach and Small Intestine. نبدأ بالStomach. The stomach is responsible for processing of food and the initiation of digestion. The majority of nutrient processing occur within the small intestine. إذن وظيفة المعدة هي معاملة الطعام وبداية الهضم، لكن معظم الهضم والعمليات اللي تصير على الأكل هي تصير بالسمول انتستين أكثر ما هي بالستومك. The stomach is a thick walled J-shaped organ lies on the left side of the body beneath the diaphragm. The stomach is continuous with the esophagus above and the duodenum of the small intestine below. The stomach stores food, initiate the digestion of protein, and control the movement of food into the small intestine. Nutrients are not absorbed by the stomach. إذا المعدة هي عضو ذات جدار ثخين السمك، شكلها مثل حرف الجي، موجودة بالجهة اليسار تحت الحجاب الحاجز، تتصل بالأعلام بالأسفاجس وبالأسفل بالدودنم. زين، شنو وظيفة المعدة؟ المعدة هي ستور فود، تخزن الطعام وتؤدي عملية الهضم of proteins وتنظم حركة الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، لكن absorption ما يصير بالمعدة. The wall of the stomach. The stomach wall has the usual four layers. شنو ذني الطبقات اللي موجودة في الجدار اللي حكينا عن ذيك المحاضرة، اللي هي ميوكوزا، سطح الميوكوزا، muscularis fibrosus. الستومك نفس الطبقات موجودة بيها، لكن اكو modification بطبقتين، طبقة muscularis وطبقة الميوكوزا. الماسكولاريس بدل ما كان الطبقتين circular inner و longitudinal outer، راح تنضاف لهم inner most layer اللي هي الاوبليك layer. اوكي، طبقة من سمود مصر تكون اوبليك layer. هاي الاوبليك layer allow stomach to stretch and mechanically break down food into smaller fragments that are mixed with the gastric. إذن شنو مهمة الأوبليك لير؟ خلي المعدة تمدد وتكسر الطعام بحيث تخلي قطع صغيرة تنمزج مع عصارة الهضمية. الميكوزا شنو الميزة بيها؟ الميكوزا مال الستومك بيها deep fold، يصيح لهم روك. هذا الروك disappear as the stomach fills to an approximate capacity of 1 liter. لما تنتوس المعدة إلى تقريبا لتر واحد يحصل stretching بالwall، وبالتالي تحتاج إلى مساحة أكبر، فراح تختفي هاي الوقت. الفروق هي طبقات أو طيات في جدار المعدة. The mucus of the stomach has millions of gastric bits which lead into gastric gas. إذن بعد شنو الميكوزا بيها؟ بيها gastric bits، قصات أو حفر أو زين نقر ناعمة. بهاي البيتس شنو اكو الغاز بلان، زين الغدد المعدية. راح نحكي هنا بصورة نوضح شنو الموضوع. اولا هذه الستومك جي شيب، اوكي، وول ثيك، متصل بالابو بالاسفيغس وبلو بالدجنال. اوكي، الوول ثري لايرز، لونجيتودينال سيركولر واوبليك. خلصنا، نجي هاي الفولدات، هاي اللي نشوفها هي هاي الروك، هي هاي الروك. زين الروك هاي الروك. زين بعد شنو بيها الميكوزا؟ بيها هاي الجاستريك بيتس، هاي الجاستريك، هاي النزلات اللي بالمعدة بالميكوزا هي نصيحة جاستريك بيت. الجاستريك بيتس تحتوي تحت الجاستريك جلاند، هذا الجاستريك جلاند. زين هذا الجاستريك جلاند، والجاستريك جلاند مكونة من السيل فاسكريت الجاستريك جوز. اوكي، عفوا مجهرية للجاستريك روك اند بيتس، هاي البيتس وهاي الروك. لان هي يوضح ان حركة المعدة وتقلصها شلون يصير بيها ستريتشنج حركة واتجاه الكونتراكشن بحيث تسهل حركة الطعام من الاسفاجس للسمول انتستين. ستومك سكريشن، شنو السكريشنز اوف ذا ستومك؟ The gastric glands اللي هسه وضحنا مكانها produce gastric juice، تطلع عصارة الهضمية او المعدية. الجاستريك جوز contains an enzyme called pepsin which digests protein plus hydrochloric acid
and mucus. إذا شنو مكونات الجاستيك جوز؟ البيبسين أوكي اللي نستخدمه بهضم البروتين، والهيدروكلوريك أسيد حامض الكلورايد، والميوكوس مادة المخاطي. الهيدروكلوريك أسيد cause the stomach to be very acidic with a pH of about 2. إذا هذا HCl الحامض الكلورايد يخلي الكونتاكت مال المعدة كلش حامضية، حامضية قوي جدا. هاي الأسيديتي بنفيش بنفيش مفيدة، هاي الحامضية القوية ليش؟ it kills most bacteria present in food. تقتل البكتيريا اللي موجودة بالفود. زين. although the HCl hydrochloric acid doesn't digest food ما يستخدم بعملية الهضم، but it does break down the connective tissue of meat and activate pepsin. إذا ال HCl مهم في الاكتيفيشن مال البيبسين على مود يهضم البروتين، وبعد شو يسوي؟ يسوي break down to the connective tissue of meat. يهدم ال connective tissue of meat. لما الواحد ياكل لحم من الضروري ان يكون ال HCl مالته طبيعي على مود الهضم، وهم انزيم البيبسين اللي تفرز المعدة على مود يهضم البروتين ما يشتغل اذا ماكو HCl. زين، اذا دور ال HCl هو مو digestion وانما يساعد بالهضم. اوكي، when food leaves the stomach it is thick soupy liquid of partially digested food called chyle. إذا لما الطعام يطلع من المعدة نسميه كايل. شنو هذا الكايل؟ الكايل هو فد سائل ثخين سوبي، يعني مثل السوب. زين، والفود اللي بيه بارشل داجستد يعني ما مهضوم بصورة كاملة. زين، كايمز انتري انتو ذا سمول انتستين ريجوليتد سو ذا سمول اماونت انتر. زين، هذه الكونتنت مال المعدة كلها راح تدخل للسمول انتستين مرة واحدة؟ لا، الكايمز انتري دخول الكايم يكون ريجوليتد في سمول اماونت تدخل كل فترة. اوكي، خلصنا من الستومك. زين، هسه الستومك خلصنا وشرحنا عنها، نجي هسه نحكي على يمن، نجي نحكي على سمول انتستين. The small intestine is named for its small diameter compared with that of large intestine. إذا الآن ما دام عندي small intestine لازم عندي large intestine. حبيبي العربي يسميها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. فليش سميناها small intestine؟ لأن القطر مالتها أصغر من القطر الأمعاء الغليظة إذا قارناها. The small intestine is very long, averaging of 6 meter in length, compared with the large intestine which is about 1.5 meter. إذا طول الأمعاء الدقيقة هو 6 أمتار بينما الغليظة متر ونص. احنا جينا المعدة، المعدة هي تسوينا بريك داون زين وبروسيسنج وانشيت دايجستين. زين، حتى الطعام من يغادر المعدة يغادر بارشل دايجستين، بس ابزوربشن ما يصير بالمعدة. شنو الدايجستين؟ وين يكمل دايجستين؟ از كومبليتلي اذا سمول انتستين. اذا عملية الهضم تتم وتكمل داخل الامعاء الدقيقة. The small intestine contains a wide range of enzymes to digest the carbohydrate, protein and fat content of food. اوكي، المعدة اعطتني البيبسي على مود البروتين، واعطتني ال HCl على مود يسوي تفعيل البيبسين على مود يسوي بريك داون الكونكتيف تيشو اوف ميت، وبعد شنو اعطتني الميوكوز، الميوكوز العفو، الميوكوز هو على مود يحمي بطانة المعدة من الاسيديتي. السمول انتستين لا، السمول انتستين عندها وايد رينج اوف انزيمز تو دايجست كربوهيدرات بروتين اند فات ذاتس فاوند ان ذا فود. زين، most of these enzymes are secreted by pancreas and enter via duct at the duodenum, the first 25 cm of small intestine. إذا معظم هذه الإنزيمات اللي تشتغل بالسمول انتستين وتساعد على الهضم منين جاية؟ جاية من البنكرياس، يفرزها البنكرياس وتدخل الديدنم. الديدنم هو أول 25 سم من السمول انتستين. زين، بعد شنو الدكت اللي تدخل بالديدنم غير الدكت مال البنكرياس؟ زين، الدودنام يدخل بي تو دكتس، الدكت اللي جاي من البنكرياس اللي جايبه البنكرياتيك سكريشن، اوكي، اللي يساعد بعملية الهضم، وبعد يدخل الدكت ذات برينجز بايل فروم ذا ليفر اند جول بلادر. اذا الدكت اللي تجي وتدخل الدودنام هي الدكت اللي جايبه وياها البايل اللي هي العصارة الصفراء، جايبتها من الليفر اند جول بلادر. زين، تدخل الديدنام.
شنو فائدة البايض؟ البايض emulsify fat، تسوي emulsification للفات على مود يدخل عن طريق السيل وول، زين السيل ميمبرين، سيل ميمبرين. شنو الإيمالسيفيكيشن؟ الإيمالسيفيكيشن، الإيمالسيفيكيشن is a form of mechanical digestion that cause fat droplets to disperse in water. نخلي الفات هو ما يذوب بالوتر، فالإيمالسيفيكيشن راح تخليه ينتشر بالماء ما يتكتل. لما نسوي إيمالسيفيكيشن، من يساعد على الإيمالسيفيكيشن؟ البايض. ناقة الصورة توضح لي شون هذه البنكرياتيك جوز تنتج من البنكرياس، تدخل البنكرياتيك دكت وتدخل للدجنة، هذه تدخل للدجنة. الدكت الثانية اللي قلنا تدخل للدجنة هي الدكت اللي جاية من الليبر والجول بلادر اللي تحمل البايل، هذه البايل دكت والبنكرياتيك دكت تدخل هنا من الدجنة. أوكي، هاي الجول بلادر، هذا الليبر، زين. هاي الجول البايل دكت جاي من جنكشن بين الهيباتيك دكت والسيستيك دكت مال الجول بلادر. اوكي، هذا الدودنم، هذا السي شيب ستركتشر او الجزء اسمه انتستين. البايل ساعدت بالامالسيفيكيشن، ولا ما صار امالسيفيكيشن للفات، زين ايش راح يصير؟ راح يجي انزيم اسمه اللايبيز برودوس باي ذا بنكرياس، يعطينا البنكرياس يسوي هايدرولايز فات تو فورم جلايسرول اند فاتي اسيد، راح يحلل الدهون زين ويحولها الى جلايسرول زين وفاتي اسيد. الفات اللي احنا ناكله هو اسمه تريجليسرايد، مكون من جلايسرول وفاتي اسيد. اوكي، يجي اللايبيز يحلل هذا التريجليسرايد، يحوله الى المكونات الاساسيه اللي هي الجلايسرول والفاتي اسيد. زين، هذا اول انزيم اللايبيز. ثاني إنزيم اسمه الأمايليز، الأمايليز بيجل بداجستشن أف كربوهيدرات، يشتغل على الكربوهيدرات زين اللي هي السكريات. زين، أن إكسترنال إنزيم كومبلي داجستشن أف كربوهيدرات تو جلوكوز، إذن الأمايليز يبدي بهضم الكربوهيدرات. زين، يعني شنو؟ يعني يحولها إلى جلوكوز. من هو الأمايليز؟ إذن الأمايليز هو إنزيم يحول الكربوهيدرات الى جلوكوز. زين، عندنا بعد البروتين، عفوا انزيم ثالث هو البنكرياتيك تريبسين، زين اللي نصح له بروتييز انزيم. البروتييز عليه من يشتغل؟ زين، بيجنز اند انتستينال انزيم فينيش ذا ديجستشن اوف بروتين تو امينو اسيد. زين، ف البروتينات من اللي يهضمها؟ يهضمها البنكرياتيك تريبسين، زين، ويكملها الانتستينال انزيم. اوكي، اذا الليبيد باللايبيز، الكربوهيدرات بالاماليز، البروتين بالبروتييز. اوكي، زين. The intestine has highly basic pH، الستومك acidic pH توصل 2، بينما الانتستين لا، تكون basic pH قاعدية. ليش؟ لأنه البنكرياتيك جوز contain sodium bicarbonate which neutralize the chyme. إحنا قلنا الكايم راح يدخل هو أسيدك، لكن البنكرياس راح يحفظ لنا مادة عادل الأسيدتي مال الكايم فيتحول إلى بيزك. أوكي، شنو البنكرياتيك سكريشن؟ إيش راح يعطي؟ راح يعطي sodium bicarbonate اللي هي مادة قاعدية تعادل الكايم، فتحول الإنسان contain إلى بيزك قاعدية. زين، هسه الستومك قلنا ما يصير فيه absorption، بينما small intestine يصير فيه absorption. The wall of small intestine absorbs the sugar, amino acid, glycerol and fatty acid molecules that were the product of digestive process. احنا قلنا digestion جاء على الفات حوله الى glycerol fatty acid، كربوهيدرات حوله الى sugar اللي هو الجلوكوز، البروتين حوله الى amino acid. زين، ذني لما صار بين هذا digestion والتحول راح يصير بين شنو؟ absorption. okay، the absorption is the small intestine. the mucosa of the small intestine modified for absorption. إذا الميكوزا مهيئة لabsorption أو الامتصاص. it has been suggested that the surface area of small intestine is approximately that of tennis court. يقول تقدر مساحة الداخلية لsmall intestine بمساحة ملعب تنس.
بس جريت سيرفيس اريا ابزوربس مور نيوترون دانس مول ايرو، فهذه بما ان المساحه كبيره راح يصير الابزوربشن اكثر. The mucosa of small intestine contains finger-like projections called villi. It's single مالتها villus. Okay, جمعها villi. الميكوزا شنو بيها؟ بيها villi. بينما الميكوزا مال الستومك شو بيها؟ بيها bits. وبنهاية البيتس اكو قاس villi. الميكوزا مال small intestine بيها finger-like projections called villi. هذا الفيلاي give the intestinal wall soft velvety أبيض، تعطي ملمس ناعم ومخمل. زين شلون القذيفة؟ هذني البروجكتس اللي طلعن بالقذيفة، يعني واحد متلمس القذيفة مو بيها هاي الخطوط، الخيوط اللي طالعة فوق هي هاي الفيلاي مثلها موجودة بس الانتستين. The villus has an outer layer of columnar epithelial cells and each of these cells has thousands of microscopic extensions called microvilli. إذا الفيلاي هي بروجكشن من السيرفس مال الميكوزا. الأوتر لاير مال الفيلاي هي عبارة عن كولومنر إبثيليال سيل، وهاي كل سيل زين من هاي كولومنر سيل بيها إكستنشنز من صحيح الماكرو فيلاي. إذا الميكوزا بيها فينجر لايك بروجكشنز صنعناها فيلاي، والفيلاي بيها مايكرو فيلاي. أوكي السيل مال الفيلاي بيها بروجكشنز صحيح الماكرو فيلاي. الالكترون مايكروسكوب في مايكرو فيلاي give the villi a fuzzy border known as the brush border. فلما اشوفه تحت الميكروسكوب راح تظهر مثل حافة الفرشة. زين فنصح له brush border اللي الجدار مال السمول انتستين، الفيلاي تظهر ك مثل البرش بوردر مثل حافة الفرشة. زين في مايكرو فيلاي contain enzymes called brush border enzymes. هاي المايكرو فيلاي شنو فائدتها؟ انه فيها انزيمات، هذه الانزيمات تساعد بعملية اكمال الهضم. زين اكمال عملية الهضم صحناها برش بوردر انزيمز. اوكي وبعد شنو فائدة الميكروفلاي؟ تزود المساحة السطحية مال الفلس، فبالتالي تزود الابزوربشن. بيجس هذا السمول انتستينال وول، هذه السيروزا والماسكولاريس، وهنا نصب الميوكوزا والميوكوزا. نجي للميوكوزا اللي بيها هاي الفينجر لايك بروجكشنز، اللي نصيح لهم شنو؟ نصيح لهم الفيلاي. اوكي الفيلاي بيها شنو؟ هاي الفيلاس لما اخذها هاي الفيلاي زين مقطع واحد اجي القى بيها هاي السمول بروجكشنز اللي هي المايكرو فيلاي. زين هنا انا بين اكثر هاي المايكرو فيلاي، يعني بكبرها طالع هاي المايكرو فيلاي. فالمايكرو فيلاي تعطينا برش بوردر ابيرنس مثل حافة الفرشة. اذا هذه الفيلاي من يجي مكبر مقطع من عندها طالع المايكرو فيلاي، هذه الفيلاس. اوكي ايش الابزوربشن مال النيوترينت من يصير داخل السمول انتستين وين يروح؟ راح يروح انتو ذا فيزل اوف ذا فيلاس، داخل الفيزلز اللي موجوده داخل الفيلاس. زين الفيلاس contain blood capillaries and small lymphatic capillaries called lacteal. The lymphatic system is an adjunct to the cardiovascular system. Lymphatic vessels carry fluid called lymph to the cardiovascular vein. Okay. إذن هسه هذه الفيلاي شنو تحتوي؟ تحتوي هذه الفيزلز اللي تحتوي blood capillary الفيزلز artery وvein، okay artery وvein، وبعد تحتوي على lymphatic capillary اللي هي شنو؟ اللاكتير. okay النيوترينت مصر بيها absorption وين تروح؟ تروح لل vessels دي blood vessels. okay موجودة بالفيلاي. زين lymphatic vessels تحتوي ساعد سميناه الليمف، قلنا عليه انه هو منين جاي هذا الليمف؟ جاي من interstitial fluid، يصير absorption للاكتير ويتحول الى الليمف، وبعدين راح يدخل الكارديوفاسكولار فين. خوش the sugars and amino acid enter to the blood capillary of the villus. اوكي الشوغر اللي صار له absorption والامينو اسيد اللي جاي من الدايجست، الشوغر جاي من الدايجست مع الكربوهيدرات،
والامينو اسيد جاي من الدايجستشن مال البروتين، وين راح تدخل؟ راح تدخل للكابيلاري اوف ذا فيس، بلاد كابيلاري. زين، بينما سينجل مولكيولز اوف جليسرول، الجليسرول زين والفاتي اسيد، ذن مين جايات؟ جايات من الدايجستشن اوف ذا فات، قلنا الفات ينهضم الى جليسرول وفاتي اسيد، زين يدخلون ذا ابيثيليال سيل اوف ذا فيلاي. اوكي، من دخلوا للابيثيليال سيل اوف ذا فيلاي راح تتكون لها بروتين دروبليت نسميه كايلو مايكرون. زين، بالكايلو مايكرون الجليسرول اللي هو المونوجليسرول والفاتي اسيد راح يتجمعن من جديد داخل هاي الابيثيليال سيل. زين، تكون المايكرو ما كايلو مايكرون، هاي الكايلو مايكرون راح تدخل المين، ما راح تدخل البلود كابيلاري، راح تدخل اللاكتيل. زين، ورا ما صار ابزوربشن نيوترينت راح يرحل لكل البودي سيل زين باي ذا بلاستيك. اذا هسه النيوترين صار بيه ابزوربشن، الكربوهيدرات صار شوجر والبروتين صار امينو اسيد دخل البلاد، بينما الفات الموجود بالطعام تحول الى جليسرول وفاتي اسيد. الجليسرول والفاتي اسيد يطبون للابيثيليال سيل راح يجيهم لاب بروتين يسوي ستراكشر اسمه الكايلو مايكرون. الكايلو مايكرون الفاتي اسيد والجليسرول راح يجمعون يجتمعون ويسوون التريجليسرايد. هذا الكايلو مايكرون راح تدخل للليمفاتيك سيستم، وبعدين من الليمفاتيك سيستم تدخل للفينز وتدخل الكارديوفاسكولار سيستم. هنا يوضح لي مصير كل شيء، يعني الكربوهيدرات باي ذا امينيز تحولت الى شجر اللي هو جلوكوز، وصار دخلت للابيثيليال سيل، هاي المايكروفيلاي خذتين دخلت الابيثيليال سيل ودخلت البلد كاب. البروتين باي ذا تريبسين تحولت الى بيبتايد، وبعدين تحولت الى امينو اسيد، والامينو اسيد دخل للبلد كابيلاري. اوكي، اما الفات لا، هاي فات جلوبيول جاتها البايل صوب سوتها إمالسيفيكيشن خلتها تقدر تنتشر داخل الماء. أوكي، ولما صار بها إمالسيفيكيشن إجاها اللايبيز حولها إلى مونوس جليسرول وفري فاتي أسيد، دخلت للإبيثيليال سيل، داخل الإبيثيليال سيل مال الفيلاي إجاها لايب بروتين سواها كايلو مايكرون. الكايلو مايكرون راح تدخل للاكتيل اللي هو الليمفاتيك كابيلاري، ومنها تروح للكارديوفاسكولار فينز. هسه شنو الابنورمالتي اللي تصير بالسمول انتستين؟ عندنا ابنورمالتيز مهمه اللي هم اللاكتوز انتولرانس والسيليك ديزيز. لاكتوز انتولرانس يعني شنو؟ يعني هو شنو اللاكتوز؟ اللاكتوز هو الشوجر اللي موجود بالحليب، برايمري شوجر ان ذا ميلك، الحليب يحتوي على شوجر شنو اسمه؟ اسمه لاكتوز. خوش، people who don't have the brush border enzyme lactase cannot digest lactose. إذا إحنا حشينا على الإنزيم الموجود بالإبيثيليال سيل المايكروفيلاي وصحنا له اللي هو اسمه brush border enzyme. هذا brush border enzyme من أنواع اللاكتيز. شنو وظيفة اللاكتيز؟ يهضم اللاكتوز. أكو أشخاص ما عندها هذا الإنزيم، زين؟ do not have the brush border enzyme called lactase، بالحالة ما تقدر تهضم اللاكتوز. زين، اللاكتوز إذا دخل وما انهضم شو راح يصير؟ راح يصير لنا لاكتوز انتوليرنس. يعني شلون؟ يعني الشخص ما يقدر يتحمل ولا يقدر أمعاءه تتعامل مع اللاكتوز، فراح تظهر عليه أعراض. حس عنده دياري إسهال، حس عنده غاز، زين غازات بلوتينج نفخة، سعد abdominal cramps تقلصات بالبطن وألم after ingesting milk and other dairy products. فلما نشرب الحليب أو منتجات الألبان اللاكتوز ما يصير بيها هضم، فيظهر عليه أعراض إسهال، ألم بطن، غازات، نفخة، يعني كل العلامات اللاكتوز انتوليرنس. شنو سببه؟ deficiency in the lactase اللي هو brush border enzyme. ليش يصير دياري؟ الدياري يصير لأنه the indigestible lactose cause fluid retention in the small intestine. اوكي، يعني هو مادة ما راح تمتص فتبقى داخل اللومن of the small intestine، راح تسحب الماء من الجدار اللي راح يصير تركيزها عالي داخل اللومن، فتسحب الماء من الخارج الانتستين الى داخل الانتستين، راح يصير كمية ماء وسوائل داخل الانتستين كبيرة فتطلع على شكل دياري.
ليش يصير غازنج وبلوتينج وكرامبس؟ ليش غازات ونفخ وألم؟ لأنه وين بكتيريا بريك داون ذا لاكتوز انيروبيكلي، تيجي البكتيريا الموجودة بالأمعاء تكسر اللاكتوز بطريقة لا هوائية، فصرنا نفخ وغازات. زين، person with lactose intolerance can consume dairy products that are lactose free or in which lactose has already been digested. إذن أكو فورمولا جاهزة بالمحلات ما بيها لاكتوز، حليب ما بيه لاكتوز، اسمه لاكتوز فري فورمولا، أو بي لاكتوز يعني مهضوم معامل مع اللاكتيز بحيث ما يحتاج لهضم ويصير absorption رأسا، فما عنده مشكلة بالإنزيم إذا ما موجود. مثل ايش؟ مثلا لاكتوز فري ميلك، تشيز، يوغرت. زين زين، اكو دايتري سبلمنت تساعد في هضم اللاكتوز، هم موجوده، ممكن شخص ياخذها مع من يشرب حليب، ياخذ هذه السبلمنت وتساعد بهضم اللاكتوز. الابنورمالتي الثانيه اللي تصير بسمو انتستين هي السيليك ديزيز. اوكي، سيليك ديزيز احنا نصح لحساسيه الحنطه. خوش، سيليك ديزيز is the result of autoimmune response against a protein called gluten. إذا هو شنو من ناتج السيليك ديزيز أو حساسية الحنطة؟ ناتج منين جاية؟ أكو الجسم عنده حساسية ومناعة، استجابة مناعية ضد شنو؟ ضد مادة اسمها الجلوتين. هاي الجلوتين وين موجودة؟ موجودة بالحبوب الجرينز، مثل ايش؟ مثل الويت، البيرلي، الري. اذا موجودة بالشعير، موجودة بالحنطة. اوكي، in a person with celiac disease the presence of gluten in the small intestine results in inflammatory response. يعني احنا حكينا على الانتيجين وانتيبودي، مادة غريبة تدخل للجسم، الجسم يسوي ضدها جسم مضاد يهاجمها فيسوي لها destruction. نفس الشيء الجلوتين انا عندي immune response عليه، فلما الشخص عنده celiac disease حساسية حنطة وياكل حنطة زين، او هو الجلوتين اللي موجود بالشعير بالحنطة من ياكله، ايش راح يصير؟ راح يصير inflammatory response، استجابة مثل التهاب. وايش راح يصير؟ راح يسوي damaging to the villi and microvilli of the small intestine. راح هذا immune response والinflammatory response راح تدمر وتخرب الفيلاي والمايكروفيلاي الموجودة بالسمول انتستين اللي هي مهمة لعملية الابزوربشن. في الحالة راح يجي البيشنت شنو عنده؟ يجي عنده ابدومينال بين، دياريا، اند مال نيوتريشن، لان الفيلاي والمايكروفيلاي سبب ديستكشن فما يصير ابزوربشن، فراح يجي عنده دياريا ومال نيوتريشن، سوء تغذية، وحتى الم بالبطن. زين، اكو ديفرنس بين السيليك ديزيز اللي هو سببه اوتو ايمون ريسبونس للجلوتين، وبين الجلوتين سنسيتيفيتي، حساسية من مادة الجلوتين نفسها. Individuals with gluten sensitivity has some of the same symptoms لكن there is no damage to the intestine. اللي عنده gluten sensitivity ممكن يصير عنده نفس الأعراض لكن السمول انتستين ما يصيرها ضرر. اوكي، ما حس البلاي والمايكروفيلاي ما تتضرر. Individuals who have celiac disease are placed on a strict gluten free diet. إذا شنو الحل للبيشنت اللي هو celiac disease عنده؟ إنه ما أعطيه هذا الجلوتين، أعطيه gluten free diet. شلون ذاك اللاكتوز انترنس أعطيه لاكتوز فري فورمولا، هذا هم أعطيه طعام ما بيه جلوتين. فمعناها شنو؟ معناها أو حرمة من كل الحنطة، الحنطة والطحين وهذه المكونات الموجودة، يعني أي أكل بيها طحين وحنطة ما. أكو فودز اسمه يعني هسه بالسوبر ماركتات خاصة بالسيليك ديزيز، many gluten free foods ممكن موجودة in stores. But people who have not been diagnosed with celiac disease أو gluten sensitivity will not benefit from the gluten free. يعني شخص سليم وهيلثي ما عنده لا gluten sensitivity ولا celiac disease ويجي ياخذ gluten free formula أو diet ما راح يستفاد. نجي هسه للأكسسوري organs and regulation of secretion. اوكي، شنو الاكستري اورجانز اللي موجوده بالجهاز الهضمي؟ بس خلصنا الستومك والانتستين، نجي على الاكستري اورجانز وبعدها راح نروح للارج انتستين. الاكستري اورجانز وعمليه تنظيم الافرازات شنو؟ صح، واحد عندنا 3
اكسترا اورجز، البنكرياس والليفر والجولبلادر. البنكرياس في شيب سبونجي جريش بينك اورجان ستريتش across the back of the abdomen behind the stomach has exocrine and endocrine function. إذا البنكرياس شكله في الشيب مثل السمكة سبونجي زين رصاصي على وردي موجود على امتداد الظهر زين خلف المعدة بوظيفتين وظيفة اكزوكراين واندوكراين. The endocrine function involves the production of pancreatic juice which enter the duodenum via the pancreatic duct اللي لسه شفنا صورتها. The pancreatic juice contains sodium bicarbonate digestive enzymes for all types of food. إذا الـ exocrine function زين مع البنكرياس تتضمن إفراز البنكرياتيك جوز عن طريق البنكرياتيك دخ تدخل للدجنة. البنكرياتيك جوز شنو هي؟ صوديوم بايكربونيت اللي قلنا تعادل حموضة الكائن على مود لا يصير كلش حامض وبالتالي يصير كونتاكت ماس نون بيزك، والإنزيمز داجستيف إنزيمز اللي تهضم جميع أنواع الطعام. الصوديوم بايكارب قلنا نيوترلايزيشن. البنكرياتيك إنزيمز هي الأمايليز فور ستارش للنشويات، التريبسين للبروتين، واللايبيز فور فات. هذه هي الإكزوكراين فانكشن اللي هي البنكرياتيك جوز. الإندوكراين فانكشن مع البنكرياس شنو؟ يفرزنا الإنسولين. الإنسولين هو بروتين أو ستيرويد بروديوس باي سيل أفكت ذا فانكشن أو ديفرنت سيل. زين ها إذا البنكرياس هو إندوكراين جلاند يعطينا الهرمون اللي اسمه الإنسولين. شنو يعني هرمون؟ هرمون هو عبارة عن يا أما بروتين يا أما ستيرويد تعطينا إياه خلية وتأثر على خلية وظيفة خلية أخرى. لما الـ blood glucose level rise rapidly the pancreas produce overload of insulin to bring the level under control and back to homeostasis. شو وقت ينفرز الإنسولين؟ لما يرتفع مستوى السكر الدم راح يفرز الإنسولين. الإنسولين يقوم يدخل الجلوكوز للخلايا زين ويودي الجسم ويودي يتقسم للليفر، وفي هالحالة يقلل نسبة سكر الدم العالية ويرجع للطبيعي. الأبنورماليتي اللي تصير مع البنكرياس الدايابيتس ميلتس داء السكري. داء السكر هو حالة مرضية تصير لما البلد ليفل اوف جلوكوز يكون هاي. ليش؟ نتيجة لاك اوف اكشن اوف انسولين، لما الانسولين ما قاعد يشتغل. ويكون نوعين تايب 1 وتايب 2. التايب الاول يصير لما البنكرياس doesn't manufacture sufficient amount of insulin، وهذا عادة قبل الاطفال. اذا النوع الاول من داء السكر هو انه البنكرياس ما قاعد يطلع انسولين بكمية تكفي الشخص على مود يحافظ على المستوى الطبيعي من السكر، وهذا اكثر شيء يصير بالاطفال. بينما تايب 2 يصير شو وقت يصير يا اما البنكرياس ما يعطي كميه كافيه من الانسولين، يا اما الجسم زين عنده مقاومه للانسولين. يعني البنكرياس قاعد يطلع انسولين بس الجسم قاعد يقاومه زين وما قاعد يخليه يشتغل. هذا النوع الثاني اكثر شيء بالادلت هود زين، وبيرس فاكتور مثلا اوبستي السمين الاكتيفيتي قليل الحركه، وإذا كفام الهستري أو ستيزيز يعني إذا أبوه أو أحد يعني أخوه أو يعني أقرباء بهم تايب 2 ديابتس ميلتس ريسك أنه يصير عنده تايب 2 ديابتس ميلتس قوي. بينما تايب 1 يصير بالأطفال زين. فعرفنا الفرق، الفرق أنه أو التايب 1 أنه البنكرياس ما قاعد يعطي إنسولين كافي ولا قابل الأطفال. التايب الثاني يا أما هو ما قاعد يعطي إنسولين كافي يا أما لا يعطي طبيعي بس الجسم ما قاعد يستخدمه أدو ريزيستنت إله. الاكسترا اورجان الثاني هو الليفر. The largest gland in the body هو الليفر. اكثر شيء بالرايت ابر كوادرانت اوف ذا ابدومينال كافيتي هم تحت الديافرام، وهو ذا ميجر ميتابوليك جلاند وذ لوبول ذات سيرف از اتس ستراكشر اند فانكشنال. اذا الليفر هو اكثر غده وظيفيه بالجسم ومتكونه من اجزاء صغيره صح لها اللوبولز زين، هي ستراكشر وفانكشنال يونت. الوحده الوظيفيه مال الليفر اسمها اللوبيولز. اوكي زين. الهيباتيك ووتر فين برينجز بلاد تو ذا ليفر فروم ذا جي اي تراكت كابيلاري بيت ذا كابيلاري اوف ذا لوبيول فلتر ذا سبل. اذا الليفر وين موجود؟ بالرايت ابر كوادرانت تحت الديافرام. مين متكون من؟ متكون من لوبيول. شنو وظيفته؟ وظيفته انه البورتال فين او الهيباتيك بورتال فين يجيب الدم من القناه الهضميه يدخله للكبد، والكبد راح ايش يسوي؟
راح يصفيه ويفلتره. هاي الصورة فضحنا الأعضاء، حكينا عنها، حكينا إنه هاي الستومك موجودة بالليفت سايد تحت الديافرام، حكينا عن سمول انتستين وشون مقارنة باللارج انتستين تكون أكثر 6 أمتار بينما هاي متر ونص بينما الديميتر أصغر، حكينا عن البنكرياس شون يمتد زين across the back of the abdomen behind the stomach، هاي الستومك وهذا البنكرياس يمتد من على طول الجهة الخلفية مال المعدة. وهسه الليفر اللي قلنا يقع بالرايت كوادرن زين رايت سايد اوف ذا ابدومن هم تحت الديافرام. خوش قلنا الليفر متكون من صبغات اللي هي لوبيول، هذه المثلثين صحنا لوبيول هي الوحدة الوظيفية لليفر. شنو وظيفة الكبد؟ الكبد عنده أكثر من وظيفة. أولا يعمل كسيواج تريتمنت بلان وين it remove poisonous substances from the blood and detoxify. إذا أولا يعمل مكب نفايات يزيل كل الويست برودكت والسموم من الجسم. ثانيا storage organ زين يستخدم لخزن عضو للخزن زين نخزن به المواد الغذائية. فقلنا الخزن شي يخزن الايرون والفيتامينز اللي هي A و D و E و K زين والبي 12 ياخذهم من الدم ويخزنهم زين. It is involved ثالث وظيفة شنو انه involved in blood glucose homeostasis يحافظ على نسبة ومستوى السكر بالدم. شلون يكون in the process of insulin the liver stores glucose as glycogen الانسولين اللي اكل الشخص وجبة ارتفع نسبة السكر بالدم وصل الاشعار للبنكرياس طرح انسولين. الانسولين على مود يقلل هذا الجلوكوز من بالدم راح يوزعه يا اما يوديه للخلايا الجسم استفاد من عده والزايد يوديه للليفر. الليفر راح يخزنه على شكل جلايكوجين يحول الجلوكوز الى جلايكوجين ويخزنه. اوكي لما يقل مستوى السكر بالدم الليفر راح يتحرك شو يسوي؟ راح يطلع الجلوكوز اللي خازنه على شكل جلايكوجين يبدي يسوي جلايكوجينولايسيس يحلل الجلايكوجين ويحوله للجلوكوز ويطرحه بالدم ويحافظ على مستوى السكر بالدم. خوش اذا هنا وظيفة الليفر يحافظ على هوميوستاسيس اوف ذا جلوكوز. رابعا كونفيرت جليسيرول اند امينو اسيد الى جلوكوز مولكيول. الجلوكوز اذا اني جعت صمت انهبط مستوى السكر بجسمي اول ما يروح الليفر من الجلايكوجين يحلله يحوله جلوكوز. لكن اذا اخذت كل الاستورج اوف ذا جلايكوجين وحولته لجلوكوز واستخدمته وبقد سكر ورجع انخفض السكر بالجسم والجلايكوجين استورج بالليفر خلاص شو يسوي الليفر؟ الليفر يحول الجليسرول اللي اخذناه من الفات ويحول الامينو اسيد اللي اخذناه من البروتين الى جلوكوز على مود الجسم يستفاد. اذا هاي الطريقتين اللي يحافظ بها الجلوكوز الليفر على الجلوكوز يا اما يخزن جلايكوجين بعدين يطرحه يا اما ينتجه من الامينو اسيد والجلوكوز. دي بعد شنو الوظيفه الخامسه انه هو يسوي اليوريا فورم ذا يوريا يكون اليوريا. اليوريا هي نيتروجينس ويست برودكت ان هيومن. اوكي اليوريا هم ويست برودكت زين يكونها الليفر ويطرحها زين. ذا بلازما بروتينز نيدد ان ذا بلاد ار اولسو ميد باي ذا ليفر. البلازما بروتين هي بروتينات اللي تحافظ على اوتوماتيك بلاد بريشر وخذناها وعرفنا شنو الوظائف مالتها فصل الكارديوفاسكولار سيستم. من يصنعها؟ يصنعها الكبد. بعد شنو الليفر شو يسوي؟ helps regulate blood cholesterol level هم ينظم مستوى الكوليسترول بالدم. وبعد شنو يسوي؟ يسوي البايل المادة العصارة الصفراء اللي هي solution of bile salt water cholesterol and bicarbonate. إذن البايل من ينتجها؟ ينتجها الكبد. شنو مكوناتها؟ مكوناتها ملح bile salt أملاح البايل water مي كوليسترول زين وبكربونات.
احنا حكينا ذيك الساعة على مود الإفراط يصير بيها absorption، لازم يصير بيها emulsification. الإيموسيفيكيشن من المسؤول عنه؟ المسؤول عنه البايل. زين، هسه ثالث اكسسري اورجان بالجي اي تي هو البايل، هو الجولبلادر العفو. فرح نحكي عن البايل وعن الجولبلادر. شنو هي البايل؟ البايل از ا سوليوشن اوف بايل سولت ووتر كوليسترول اند بيكربونات. عرفناها يلوش جرينش كلر، لونها اصفر مخضر. ليش؟ لانه تحتوي بالبيلروبين. شنو هذا البيلروبين؟ هو بيجمنت بروتين فورمد ديورنج البريك داون اوف هيموجلوبين. الهيموجلوبين من يصير بريك داون لما ينتهي عمر الار بي سي راح تتحلل. الهيموجلوبين هو جلوبين مهم، لما يصير بريك داون راح ينتج البيلروبين لون الاخضر مصفر بموجود بالعصارة الصفراء، المادة المرة احنا صحينا المرارة سببها وجود البيلروبين. زين، ناتج منين؟ ناتج من البريك داون اوف هيموجلوبين which is a process also performed by liver. هم يعني تحول الهيموغلوبين إلى بيلروبين واحدة من وظائف الكبد. زين، the bile is stored in the gallbladder. شنو هاي الجولبلادر؟ هي beer shaped organ just below the liver. أوكي، إذا هي عبارة عن structure مشبه الكمثرى موجودة يم الكبد. زين، يكون الليفر البايل البايل افرازاتها مو يعني كل ما تتكون تنطرح، لا، من تصير لها حاجة. وهسه نحكي ان شاء الله على ريجوليشن مال السكريشن. زين، نعرف شو وقت تنطرح. فلما يجي الاستيميليشن انه يا بريد بايل تطرح بايل، اذروايز اذا تكونت البايل ما تنخزن، تنخزن بالجول بلادر. اذا وظيفة الجول بلادر هي ستورج اوف بايل، اوكي، لحد ما يصير لها حاجة بعد ونستفاد من عندها. هسه هاي الصورة تشوف هذه الجول بلادر، هي هاي بير شيب ستراكشر موجودة بلو دي ليفر. اوكي، زين، شنو الابنورماليتي اللي تصير بالجول بلادر؟ الباثولوجي اللي يصير بالجول بلادر يتكون جول ستون، حصوة المرارة. الحصوة المرارة formed when liquid stored in the gallbladder hardens into pieces of stone like مثلا البايل اللي انخزنت بالجول بلادر هي ليكويد سائلة، لما تتصلب وتحول إلى مادة شبه الحصو أنصح لها جولستون. زين، in the small intestine the bile salt emulsify fat. When the fat is emulsified it breaks up into droplets. The droplet provide large surface area that can be acted on by digestive enzyme. إذا هسه وظيفة هاي المقطع هنا صار ميكسين، وظيفة الجول بلادر ستورج اوف بايل، وظيفة البايل شنو هي؟ انه يسوي البايل صوت يسوي ايموسيفيكيشن للفات. لما الفات يصير بايموسيفيكيشن راح يتكسر ويتحول الى دروبلت. هاي الدروبلت زين بروفايد سيرفيس اريا كان بي اكتد ابون باي ذا ديس انزايم. فهاي الدروبلت راح تصير بها ابزوربشن من السمول انتستين. زين، اذا هنا صار ميكسينج. اول شيء احنا نحكي على الجول ستون، ننتهي من عندها من تتكون الجول ستون لما الماده السائل الموجوده بالجول بلادر تتصلب. لكن اللي نحكي عنه بعد وظيفة البايل انه هي تسوي الاموسيفيكيشن اوف بايل وتساعد على عملية ابزوربشن مالتها. الديسوردرز اللي يصير بالليفر شنو؟ الديسوردرز اللي يصير بالليفر اولا الهيباتايتس التهاب الكبد الفيروسي والسيروسيس اللي هو تليف الكبد. اثنيناتهم تو سيريس ديزيزز that affect the entire liver and hinder its ability to repair itself. فاثنيناتهم يأثرون على تكوين الليفر، على وظيفة الليفر، وراح يأثرون على قدرته على إن هو يصلح نفسه. زين، when a person has a liver ailment, bile pigments leak into the blood causing jaundice. إذن إحنا لما يصير الليفر هو يكون البايل، إذا صار abnormality بالليفر هاي البايل راح تطلع من الليفر وتدخل للدم. زين، البايل هي المكونات مالتها بيلروبين اللي هو اللي يعطي اللون الأصفر المخضر. فشي يصير جسم الإنسان؟ يصير جسمه أصفر، خصوصا الجلد وبياض العين. فهذه الحالة تصير لها جوندس. إذا شنو الجوندس؟ الجوندس هو yellowish tint to the whites of the eyes and to the skin of the light pigmented person. إذا الجوندس هو اصفرار بياض العين والجلد. زين، جوندس كان result from hepatitis، ممكن التهاب الكبد اللي هو عبارة عن inflammation of the liver.
الفيرال هيباتاتس تصير in several form: هيباتاتس A و B و C. إذا عدة أنواع من الفيرال هيباتاتس A و B و C، كل واحد عدة علامات وأعراض ومشاكل خاصة به. الباثولوجي الثاني اللي يصير بالليفر هو السيروسيس، التليف. التليف is a chronic disease of the liver. First the organ becomes fatty and then the liver tissue is replaced by inactive fibrous scar tissue. إذا شلون يتكون السيروسيس؟ يصير في الباثولوجي بالليفر، الليفر راح يكون يتحول إلى فاتي، الفاتي يتجمع بالكبد، بعدين هذا يكون الفات من يتجمع بالكبد راح يتحول إلى ألياف inactive fibrous connective tissue، راح يصير تليف. السيروسيس اوف ذا ليفر نشوف شنو اسبابه، شنو الكحول، مال نيوتريشن، اكسسيف اماونت اوف الكحول، زين ذا ليفر از فورس تو بريك داون. زين اذا الكحول اللي يشربون كحول بالسوء التغذيه، زين واذا ما شرب كميه كبيره من الكحول بحيث الكبد مضطر يسوي لها بريك داون. زين السيروسيس بعد وين ممكن يصير؟ يصير بالأوبيس بيبل اللي هم أوفر ويت نتيجة دايت هاي الفاتي فود، فليأكلون فاتي هواي ويصير عندهم سمنة هم يصير عندهم ريسك أوف سيروسيس. فالسيروسيس يصير بالأوبيس أوفر ويت الأوبيس ويصير بالكحول ويصير بالمال نيوتريشن. الهيباتيتس هو إنفلاميشن، يصير بالهيباتيتس أي و بي و سي. زين الجزء الأخير من محاضرتنا هو شنو؟ هو الريجوليشن أوف دايجستيف سكريشن، شنو اللي يتحكم بالإفراز الإفرازات الهضمية، شنو يتحكم بها، شو وقت تنطي، شو وقت ما تنفرز. نجي نقول أولا أنه secretions of digestive juice controlled by nervous system and digestive hormones. إذن طريقين تتحكم بالdigestive secretion، الجهاز العصبي والهرمونات المفروضة من الجهاز الهضمي. يقول when you look at or smell، لما واحد يشوف طعام أو شم ريحته، nervous system automatically stimulates gastric secretion. راح شو يسوي nervous system؟ يحفز الإفرازات المعدية. زين؟ هاي دور nervous system. هيقول nervous system digestive hormone. nervous system شلون يشتغل؟ لما واحد يشوف أو شم طعام، راح يحفز الجاستريك سيكريشن، الإفرازات المعدة. بعد الطريقة الثانية إنه الشخص لما يأكل، زين when a person has eaten a meal، خصوصاً إذا كانت rich in protein، the stomach produces the hormone gastrin، المعدة راح تفرز مادة الجاسترين اللي هو هرمون. شو يسوي الجاسترين؟ الجاسترين يدخل للدم، وشو يسوي؟ يزود الاكتيفيتي مال جاستريك جلاند. احنا قلنا وين موجوده الجاستريك جلاند؟ موجوده بالبيتس اوف ذا روك مال ذا ستومك، يزداد سكريشن مال جاستريك جلاند. اوكي الجاستريك جلاند ايش تعطينا احنا بوقتها؟ قلنا تعطينا البيبسين والاتش سي ال والميوكس. اذا انا شفت الطعام اتحفز عندي الجاستريك سكريشن، انا اكلت الطعام خصوصا اذا كان كلش بروتين، المعدة راح تتحفز تعطينا الجاستريك سكريشن، الجاستريك راح تعطينا الجاسترين. الجاسترين راح يدخل للدم ويرجع يحفز الجاستريك جلان على مود تزود الجاستريك سكريشن مالته اللي هو السيقة بيبسين وميوكس. بعد شنو اللي يصير؟ يقول the cell of the duodenal wall produce two hormones secretin كايلوسيستوكاين. السكرتين والكايلوسيستوكاين، السكرتين من اللي حفزه؟ يحفزه الاسيد اللي موجود بالجاستريك سكريشن اللي بالكايل اللي هو اس سي ار. المعده تعطينا اس سي ار، اس سي ار وين يروح؟ يروح للكونتنت مال ستومك اللي هي لما تدخل الدرام سحنا لها كايم، وقلنا هو كلش اسيديتي بي عاليه الكايم. هاي الاسيديتي راح تحفز السيلز الموجوده بالدودنال وول على مود تعطينا سكرتين. خوش الكايلوسيستوكاينين من اللي حفزه؟ يحفزه دخول الطعام غير المهضوم partial digested proteins and fat، البروتين والفات اللي هي مهضومات بصورة جزئية ودخلها للدينام من الستومك تحفز release of كايلوسيستوكاينين.
الفراش. هسه كل واحد راح يسوي السكرتين والكوليستكاني. الكوليستكاني والسكرتين اللي طلعوا من الدهون نتيجة الهاي اسيديتي نتيجة وجود الطعام غير مهضوم، شنو راح يسوي؟ يقول soon after these hormones enter the bloodstream، بعد ما راح يدخلن للدم ايش راح يصير؟ البنكرياس increase its output of the acid juice، البنكرياس راح يزود العصارة مالته. زين، البنكرياس راح يزود العصارة مالته، راح يزود الافرازات. البنكرياس ايش يعطي؟ يعطي بايكربونات، صوديوم بايكربونات، ويعطي انزيمات، انزيمات نسميناها تريبسين امينيز ولايبيز. خوش، فهاي البنكرياتيك جوز buffers the acidic chyme into the intestine from the stomach ويساعد digesting the food. شلون buffering the acidity بالصوديوم بايكربونات؟ شلون digest the food by the pancreatic enzyme. زين، الكوليستوكاينين شو راح يسوي؟ يسوي الليفر increase its production of bile and causing the gallbladder to contract and release stored bile. إذا الكوليستوكاينين يشتغل على الكبد على مود يزود إفراز البايل، ويشتغل على الجول بلادر عم تتقلص وتطلع مادة البايل المخزونة عندها. البايل شو اللي تساعدني؟ تساعدني بالفايت دايجستشن. زين، وبنفس الوقت تحفز افراز الكوليستوكاينين. اوكي، شفت هي؟ راح نشوف شلون. وهاي المعدة، انا شفت الطعام، اوكي، شميت طعام، الجهاز العصبي حيحفز المعدة تطل قاس الجوز. بعد شنو؟ أكلت أكل خصوصا ذا بهواي بروتينات، راح المعدة تطلع القاسلين، القاسلين يدخل للدم، يروح وين من دخل الدم؟ يروح يحفز القاسلك جلاند على مود تطلع القاسلك سكريشن اللي هي ال HCl البيبسي والميوكس. أوكي، هسا خلينا المعدة بها بيبسين، قلنا البيبسين يبدي يهضم البروتين، اوكي، partial digestion، والميوكوس بروتكت الوول اوف ذا سمول انتستين من الاسيديتي العاليه، من العفو الوول اوف ذا ستومك من الاسيديتي العاليه، و ال HCl، ال HCl هو يخلي الكائن اسيديك. خوش، دخل الطعام من السمول من الستومك للدجنه. خوش، الكائن اسيديك، خوش، راح يحفز السيل وول مال الدودينام على مود يعطينا السكرتين. اوكي، الطعام مهضوم جزئيا، راح يحفز السيل وول اوف ذا دودينام على مود يعطينا الكوليستوكاينين. فهذه هذا الازرق هو الكوليستوكاينين والاخضر هو السكرتين. ثاني انفرزن من الدودينام لما دخل الطعام من الاستومك للدودينام، يدخله للدم. خوش، شو راح يسوون لما ندخل الدم؟ يرحل الاستومك يزود دين الغاز تدوز مالته، العصارة مال البنكرياس تزداد. واحنا قلنا بعصارة البنكرياس هي جزئين، صوديوم بايكربونات وانزيمات. الصوديوم بايكربونات تعادل الحموضة مال الكايم اللي جاية من الاستومك، وبعد زين الانزيمات اللي هي التريبسين والاميليز واللايبيز فور فود دايجستشن. بعد السكرتين والكوليستوكاينين راح وين يرحل؟ راح يرحل على الليفر والجولبلدر. حبزن الليفر يعطينا مور بايل، ويحبزن الجولبلدر على مستر فيها كونتراكشن وتعطينا البايل تفرزه ويدخل للديدينام. من دخل البايل للديدينام وش راح يسوي؟ يساعد بالايموسيفيكيشن اوف فات والفات ابزوربشن ادجستشن اند ابزوربشن. اوكي، نفس الوقت هاي الفات البايل العفو اللي انفرزت راح تحفز افراز مور كوليستوكاينين. وشكرا جزيلا.